يقول رأيك في أحكام القرآن لابن العربي ممتاز، لكنه يعني ليس تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما ينتقي ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، ينتقي آيات ويتكلم عليها. وتقريبا تفسير القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يشمل تفسير ابن العربي ويمشي على طريقته تقريبا، يذكر الآية ثم يقول فيها مسائل على طريقة ابن العربي رحمه الله تعالى، لكن يتوسع كثيرا. طبعا القرطبي أكثر من ابن العربي، وعنده يعني كلمات جميلة جدا وفوائد جميلة جدا، لكن كما قلت هو مختصر جدا ولا يفسر كل الآيات، وإنما ينتقي آيات ويتكلم عنها رحمه الله تبارك وتعالى.